انت كده طب يعني هاخد من دي يا كابتن عادل واروح للكابتن اسامه. اتفضل. يا ترى في اللحظات الصعبه او الماتشات الكبيره ديت كان زي ما الكابتن عادل كده بيقول كان ليك مثلا ترفع سماعه التليفون مثلا على والدك، ليك طقوس معينه بتحس انك بتريحك نفسيا ممكن كنت تقوم بيها، ولا كنت بتفصل نفسك خالص يا اسامه وبتبقى مركز بشكل منفرد؟ يعني دي برضو صوره ودي صوره. طبعا في المباريات المهمه سواء النهائيات او مباراه اهلي وزمالك او نهائي افريقيا او نهائي كاس مصر، المباريات المهمه والمؤثره طبعا التركيز بيختلف شويه عن المباراه العاديه في الدوري او في الكاس او في مشوار افريقيا، ان دي مباراه بتفضل يعني معلمه مع الجمهور سنوات طويله، فانت عايز تظهر بشكل كويس سواء بدات المباراه او خدت جزء منها، فاكيد التركيز بيكون مختلف شويه. الحاجات اللي بتبقى قبل المباراه بقى بتنام بدري، بنتجمع مع بعض، بنصلي مع بعض، الكلام ده كله. المدير الفني بيكون عليه عامل مهم جدا، بمعنى جوزيه كان في المباريات المهمه نهائي افريقيا، تلعب نهائي كاس امام الزمالك، المحاضره بتاعته لا تتجاوز 10 دقائق، ما كانش فيها كلام كتير، انك انت اوريدي خلاص كلاعب مشحون مش مشحون، مضغوط وعارف انك انت مركز، اي معلومه خلاص مركز بشكل كبير، واللي ذاكر خلاص. فهو بيجي في المحاضره تشكيل الكرات الثابته، مين هيقف هنا في الركنيات في الكرات الثابته ويحفظ في الدفاعيه والهجوميه، يعني محاضره تتجاوز 10 دقائق. ولما نروح اوضه اللبس ويلاقي اللعيبه كده قاعده وساكته يقوم يزعق، ازاي انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ عايز يهزر في الاوضه ويضحكوا. يقوم يتريق على احمد السيد، وكانت تبقى دي البدايه. ميسي ميسي يمسك احمد السيد، فتبدا بقى الفرقه تفك فخلاص انت نازل تستمتع، يقول انزل استمتع بكره قدم. زي ما الكابتن عادل قال، انت نازل تلعب حاجه انت بتحبها ونازل تستمتع بيها، فما ينفعش انك انت تنزل مضغوط، نازل امتع جمهوري. فانت لو انت مش مستمتع باللي انت بتعمله مش تقدر تنقل الامتاع والمتعه ده وتبقى متحرف في الملعب وانت مضغوط. طبعا كان ساعات بيقولوا لنا، وانا يعني بعض المدربين كان بيتكلموا قبل الماتشات الكبيره وبيقول لك دايما ثينك بوزيتيف، يعني فكر ايجابي، بمعنى ان اللعيبه ما تقدرش تفكر في الوحش، يعني ما يفكرش اللعيب مثلا بكره لو اتغلبنا هيحصل 1 2 3، لا يقول له دايما فكر وحط صور قدامك بوزيتيف. يعني ده اللي كابتن عادل كان بيقوله، ان انت يعني في نفس المباراه، لا احنا انا ان شاء الله هجيب جون بالشكل ده، احنا يتصور يعني يفتكر صور وهم رافعين الكاس، يعني كل ده حاجات، هي دي الحاجات الطاقه الايجابيه.